الدرس ثمانيه العنصر ومخطط المجموعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي التلاميذ اهلا وسهلا بكم في سلسله الدروس التعليميه للسنه الاولى في ماده الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع العنصر ومخطط المجموعه اذن دعونا نبدا ونستكشف معا استكشف أكون ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى: مجموعة الأمتعة وحقيبة السفر، حقيبة السفر، الفستان، الجوارب، المجموعة الثانية: مجموعة الأدوات المدرسية، المحفظة، الكتب قلم الرصاص المبراه المجموعه الثالثه مجموعه النقود والحصاله اتدرب واحد الون عناصر مجموعه الحيوانات التي تبيض الحيوانات التي تبيض هي السلحفاة العصفور الدجاجة اثنان احيط بخط مغلق عناصر مجموعة اللعب التي بها عجلات اللعب التي بها عجلات هي الدراجة والسيارة وهي التي سنضعها في خط مغلق. ثلاثة أتأمل عناصر المجموعة وأضع علامة إكس في الخانة المناسبة من الجدول. خروف، كلب، دجاجة، قط، سلحفاة. تتكون المجموعة من: سلحفاة، كلب دجاجة إذا نضع علامة إكس في خانة الكلب وخانة الدجاجة وخانة السلحفاة. وظف. أحيط بخط مغلق عناصر مجموعة الفراشات الموجودة على يمين ظافر وعناصر مجموعة العصافير الموجودة على يسار ظافر. اقيم احيط بخط عناصر مجموعه الماكولات الموجوده داخل الصندوق عناصر مجموعه المشروبات الموجوده خارج الطبق